يجينا حلال من المحافظات. بالإضافة عندي أسود ما شاء الله، طاووس مشترين مشتريهم من برا لو منه. يلا تعاي تعاي بس تعاي 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 بابا يا أسد مو حصان. تعاي من تعاي هاي احد الحياة يعني. هذه مو سامه اموت هسه اموت منها. تعاي تعاي ما تعاض ما تعاض. هاي هاي اليفه مال زينه امريكيه. تماره للزينه هذه للزينه. كمل كمل انت كمل حتى لا تقوم تماره. والله اوقف هنا انا والكعبه. اي سالم سالم ايش قد عمرها هاي؟ هاي عمرها هاي عمرها خمس سنوات. شو اسمها هاي؟ تعاي بابا هاي تعض تقرص. لا 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 هسه هي تقريبا بدلت جلدها. جلدها جاي تبد جاي شوف جلدها. تعاي تماره خليني اقول لك هاي يفيد باعي باعي هذا يفيدش الشعرش مو شعرش يوقع. تعاي بلا شعري بلا هاي قاعد تبدل جلد. لا والله حتى طيش الخبطه من العطاريه مالتك. تسلم شكرا رحم الله والديك. تعاي بس اخف يم ابو ياسين تعاي. شنو قصه هذه الافعى؟ هاي انا مو تقول ناس صور وياي فانا اخليها يعني اقدر اجيها ما الزمها؟ اي عادي فقيره فقيره هاي. اقول لكم شغله مخرجنا عادي اقوم فاك واحد. اي والله انا احب اجرب هاي السؤال. وانت غريب خاف. لا 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 كلش فقيره هاي. اقعدي هنا تماره اقعدي هنا. لا يموي تعال تعال كلش فقيره والله. شوفي ما لا ابدا ابدا والله. هاي تباتي شو مسميها انت؟ ما اسميها بس هاي تباتي يم اطفالي يعني بالغرفه. لا هي من يانو هاي من يانو هاي. هاي بورمي امريكيه. امريكيه هي هاي اشتريتها جابوك يا هدي. حيا والد امريكي. انا اشتريها من ربي بس عندي. حيا والد امريكي. بس هاي كل ادواتها وين لقاها؟ مطعم هاي اصغر وحده عندي اربع سنوات. اي عندي وحده اربع مترات وعندي وحده ثلاث مترات. هاي يعني عندك ولع بتربيتها زين. هاي مو ابو ياسين هاي مو كل ما تكبر لازم يشيل سنه وهيك. ما اعرف بعد مو لازم يشيل سنه وهيك. لا لا هاي عندها سنون. افتح لك حلقه شوف سنون زين. هاي بالله عضتنا شلون؟ ها بالله عضتنا شلون؟ ما تعض. لا لا صدق؟ اي والله. شنو ما تعض؟ عمي بالتبيوت ما تعض. تعاي بالتبيوت يا شنو يا صديقتي تعرف احنا زين. وبعد ايش عندك غير هاي؟ عندي الاسد حتفوزه حتفوزه. اي عندي اسد وعندي نمر وعندي يعني كل الحيوانات عندي انا اربيهن. زين ذني مشتريهن؟ اي اي انا واسي بيهن يعني. ومنين اجيبهن من برا؟ لا لا هو اخو جماعه يجيبوا لي مو انا. جيبه صغير هذا اجيب صغير يعني. هسه هسه احنا انت بعد محضرنا هواي مفاجاه. عندي مفاجاه نروح للمطبخ حضر لكم اكل وترتيبات. حلو حلو حلو. يلا يلا غفران اخذينا خلينا نطلع. يلا نروح للمطبخ ويا ضيوفنا. شوف شعرك. ايوه شنو شعرك؟ لا شوف هذا يسوي لك خبطه بابا. هاي خبطه خبطه هاك بابا. هذا خلوا زيت خلوا زيت الزيتون صحيح. ايوه زيت الزيتون والله. خليه الشعر اي عندي انا عطاريات. هاي بس خلي انتظر بس خلي يخلص البرنامج. اي والله حتى وقف الشعر. طبعا شيخ سالم محضر لنا مفاجاه اخرى. هذا حبيبي مخرج ما قلنا الحيه. ننتقل احنا وضيوفنا الكرام. تعال خذها. وين الحيه؟ وين عوف الحيه؟ عوف الحيه. هاك حبيبي ما تريد تروح. انا مربي ثاني ما شاء الله. اذا تنشوي اشيلها عشيره. ها غفران شنو هسه؟ تعال تعال والله مصدومه بالحياه. لا عاد شايف هالثخنها صار عندها قالون. 25 كيلو وزنها هذيك اللي عندي يعني من اخذها ربع ساعه ظهري يقوم يوجعني. لا 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 تخوفه. لا خطيه خطيه. بعدين اقول لك هو جلد الحيه للشعر. الله يخليك. شيء عندها شعر اصلا؟ لا لا هاي جلد جلد الحيه للشعر. اي هي لو طلع شعر يطلع لها لها شعر. شنو لا هو صحيح مقوي. شوفي تماره بما انه انت مقبله على الزواج. لا شوف سالم انت محضر لنا مفاجاه مو؟ لا هي مو مفاجاه هي طبخه لكم. اعطيكم اسرار الطبخ يعني بال